متابعينا الكرام، رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو القضية، وبيسعدني بهالحلقة أني رحب بالخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني. دكتور باتريك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور باتريك. يعني هل انتهت اليوم صلاحية العملة اللبنانية؟ انتهت صلاحية العملة اللبنانية حتى إشعار آخر. كل شيء والعملة اللبنانية إدارتها سيئة، بمعنى أنه عم تخسر قيمتها. العملة اللبنانية لم تعد صالحة كوسيلة للقياس. يعني أنا اليوم بفوت على السوبر ماركت، ما بعرف بقى أقيس السعر بالليرة، بدي حول على الدولار لأستوعب شوي السعر. هيك لم تعد وسيلة صالحة للقياس، لم تعد وسيلة صالحة للادخار. أنا ما بصمم مصرياتي بالليرة لأنه بعرف أنه بخسر قيمتهم. لم تعد وسيلة صالحة للتبادل التجاري. أوكي، الناس بياخدوا منك ليرة بيركض دغري بحولها لدولار، لأنه بيقول لك ما بعرف شو بكرة بيصير معي. وبالتالي طالما العملة اللبنانية الليرة اللبنانية ما عم تقدر تعمل شغلتة، اللي هي تكون وحدة للقياس، وحدة للتبادل، وحدة للادخار، طبعا الناس رح تتخلى عنا ورح تلجأ لعملة أفضل منا اللي هي بوضعنا الدولار. وبالتالي طالما سوء الإدارة مستمر، الليرة مش رح تكون صالحة. طب مين المسؤول عن تدهور الليرة اليوم؟ لك طبعا مسؤولية معقدة ومشتركة، بس بشكل مباشر سبب انهيار سعر صرف الليرة هي زيادة كمية الليرة بالتداول. نحن بأول الأزمة كان عندنا 4 تريليون ليرة بالتداول، اليوم عندنا 80 تريليون ليرة بالتداول. انضربت الكتلة النقدية بعشرين، يعني المصاري اللي معنا ضربت بعشرين. والناس شو بتعمل بهيدي الليرة بخصوص العجلة؟ بتروح تطلب فيها دولار، دولار بيطلع. فبصير السؤال هون، طيب مين عم يطبع ليرة؟ طبعا المصرف المركزي عم يطبع ليرة. اللي عم يطبع ليرة ليمول عجز الموازنة العامة. الحكومة اللبنانية عم تنفق، ما عملت إصلاحاتها، بعد نفقاتها مرتفعة، عم بتمولها من خلال طباعة الليرة، يعني عم تمولها من خلال التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن. والمصارف كمان حطوا مصرياتهم بالمصرف المركزي، دولارات المودعين. المصرف المركزي ما قادر يرد لهم هيدي الدولارات بالدولار، عم بيرد لهم اياها باللبناني، وعم بيقول لهم سحبوا زبوناتكم باللبناني على سعر صرف مشحف. ما هيك؟ طالما طباعه الليره مستمره لتمويل عجز الموازنه العامه ولتمويل سحوبات اللبنانيين من المصارف، الليره بدها تستمر بالانهيار والدولار بده يستمر بالارتفاع. طبعا طب اليوم يعني برايك لقديش ممكن يوصل هذا الدولار؟ يعني اليوم نحن عم نقول انه كانوا يقولوا انه بده يتخطى عتبه ال 100,000، اليوم كان من شهر قاب قوسين او تقريبا ادنى وصل لها. اليوم رجع نزل ل يعني ما يقارب 80,000. اليوم يعني قديش متوقع انه يوصل هذا الدولار؟ لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليره. قديش عندك ورق قدير تطبع عليه ليره وتكبها بالسوق؟ هل قد الدولار رح يطلع؟ اللي بحدد قيمه الدولار هو قديش عم تطبع ليره. وطالما نحن مستمرين بطباعه الليره ما في سقف. قديش رح يطبع ليره من هلا لسنه؟ انا ما بعرف، بس انا بعرف انه اذا بياخذوا من الصيف، بالصيف الماضي كان الكتله النقديه بالبلد 40 تريليون ليره، اليوم 80 تريليون. يعني بظرف 6 شهور دوبلنا كميه النقد بين ايدين الناس، وبالتالي دوبل سعر الصرف، نط من 40 ل 80. اوكي، بعد اذا من هلا لشهر او شهرين او ثلاثه من دوبل الكميه، بنزيد 80 تريليون ثاني، طبعا سعر الصرف بده دوبل. فحسب نحن ونشاطنا بطباعه الليره، ما هيك؟ كل ما نطبع ليره اكثر كل ما الليره تنهار اكثر والدولار رح يطلع. هلا اللي رح يوصل له المصرف المركزي وبلش يوصل له هو انه عم بيطبع ليرة على ورق، كلفة طباعة الليرة رح تصير أكتر من كلفة هاي 100,000 اللي عم بتبعها. أكيد هلأ 1,000 ليرة صارت عم تخسر معه، و5,000 رح تخسر معه، وبالتالي ممكن يتوقف عن الطباعة لأنه ما بتقعد توفي معه يطبع لأنه كلفته أعلى من قيمته. بهيك وضع عم نتوقع أنه المصرف المركزي يزيد صفورة على العملة ليدي يضل يقدر يطبع مصاري للأسف الشديد، وبالتالي هذا الشيء رح يغذي انهيار الليرة أكتر وارتفاع الدولار أكتر. وهذا هو السبب الأساسي اليوم بالبلد للفقر. نحن بلبنان ليش الناس فقرت بسرعة؟ الناس فقرت بسرعة بسبب انهيار سعر صرف الليرة، لأنه اللي كان يقبض 3 ملايين ليرة كان يقدر يشتري 2000 دولار، اليوم اللي بيقبض 3 ملايين ليرة ما بقى فيه يشتري 50 دولار، ما هيك؟ وبالتالي كثير بنحكي عن الفقر وكثير بنحكي عن الأزمة المصرفية، إنه الناس وديعون علقانة بالبنوك. مزبوط، في أزمة مصرفية وفي أزمة كهرباء وفي أزمات كثير، بس الفقر بلبنان سببه انهيار سعر صرف الليرة، وسبب انهيار سعر صرف الليرة هي طباعة الليرة بسبب عدم قيم الحكومة بالإصلاحات اللي لازم تعملها بموضوع النفقات والإيرادات، وعدم إصلاح إذا بدك إعادة هيكلة أو معالجة الأزمة المصرفية. هل يتحمل رياض سلامة وحده مسؤولية طباعة الليرة؟
يعني اليوم نحن عم نشوف في بعض الإجراءات عم تتخذها سواء هذه الحكومة أو اللي قبله من زيادة إذا بدك المعاشات وإلى ما هنالك، ولكن هذه مش عم تنعمل بطريقة علمية مدروسة، عم بتتم زيادات عشوائية. فبالتالي مصرف لبنان من وين بده يجيب معاشات العسكر؟ من وين بده يجيب معاشات الموظفين القطاع العام؟ وأغلبهم نحن شفناهم مقدربين وقاعدين بالبيت. هل رياض سلام الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ يعني اليوم نحن لبنان مثل البسيني اللي عم تلحق ذنبها بدها تعضه، عرفت كيف؟ بس بدنا نحسن أوضاع الموظفين فمنعطيهم زودة، أوكي؟ بس بدل ما نحسن لهم أوضاعهم عن طريق هذه الزودة، الزودة تمول عن طريق طباعة الليرة، يعني عن طريق انهيار الليرة، وبالتالي بنكون أعطيناهم إياه زودة بإيد، بنكون أخذناهم منه تضخم وانهيار للليرة بالإيد الثانية. زودة ثلاث أضعاف على الراتب، على أساس الراتب، اللي هي تقريباً بتوازي كأنه دوبلنا لهم معاشات، إذا بتاخذ بس أساس الراتب، كأنه دوبلنا المعاشات. طيب الدولار كان 30,000 وقت أعطيهم إياها، اليوم الدولار صار 80,000، بيكونوا ربحوا ولا خسروا؟ خسروا، يعني إذا بتقيسها خسروا. ليش؟ لأنه هيدي الزودات، هيدي المصاريف العامة تمول عن طريق التضخم. ما في دولة بالعالم بتمول نفقاتها عن طريق التضخم، بلا في دول فاشلة بتعمل هيدا الشيء، زيمبابوي، فنزويلا، ما هيك؟ عادة الدول بتمول نفقاتها عن طريق الجيبية وعن طريق الاستدانة، ما هيك؟ استدانة اللي هي جيبية مستقبلية، بدي يعني اليوم ترجع أدفعهم بعدين، بس طبع الليرة تأصرف منها. عم بضحك عني، عم بضحك على نفسي، عم فقر الشعب، عم فقر الموظف بسياسات شعبوية لأدعي انه نحن عم نعطيهم زودات للموظفين، ولكن حقيقة نحن عم نخذلهم من قدرتهم الشرائية للموظفين، لأنه طباعة الليرة من أجل تمويل هذه الزودات تؤدي إلى انهيار أكبر بالليرة، ارتفاع أكثر بالدولار، بكون خسروا ما ربحوا. وهيدا النهج المتبع منذ بداية الأزمة، هذا النهج. مش هيك أنا قلت لي مين يتحمل المسؤولية؟ له موضوع معقد، الكل مشارك بالمسؤولية. طبعا المصرف المركزي يتحمل جزء من المسؤولية لأنه بعده عم بيمول، الحكومة اللبنانية تتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنه ما عملت الإصلاحات اللي لازم تعملها، والقطاع المصرفي يتحمل جزء من المسؤولية لأنه أودع مصرياته بالقطاع العام بشقاه مصرف لبنان والحكومة، حط معظم هلا مجبر أخاك لبطل حديث تاني يعني، وبالتالي الجميع مشارك بالمسؤولية. طب بالباقيين أوكي بفهمها، بس اليوم بمصرف لبنان، يعني اليوم مصرف لبنان كيف ما بده يمول؟ يعني اليوم كيف ما بده يدفع معاشات الموظفين؟ نحن عم نشوف اليوم يمكن عم ياخذوا جزء من معاشات ومقدربين. هل بيقدر مصرف لبنان يقول انه انا ما بدي ادفع هذه المعاشات؟ ما شغلته يدفع المعاشات، في وزارة مالية بتجبي ضرائب، شغلتها هي تدفع معاشات، ما شغلته. ما في ولا بلد بالعالم المصرف المركزي بيدفع معاشات الموظفين الا فنزويلا وزيمبابوي والدول اللي على شكلتهم. يعني اذا نحن هيدا مثالنا الاعلى، اكيد هيدا بدها تكون نتيجة. هيدا التبرير يلي دائما الحاكم ببرره بكل مقابلاته وبكل تصريحاته، انه اليوم انا بالنهايه مجبر اني ادفع، وبالتالي إذا أنا ما دفعت توقف البلد وتعطل البلد، وخصوصا عم بحكي اليوم للعسكر. نعم رح نحكي عن العسكر لأنه موضوع مهم، بس قبل أنا برأيي أنه طباعة الليرة اليوم هي اللي عم بتأدي للانهيار اللي نحن عايشينه، وبالتالي طالما المصرف المركزي عم بيطبع الليرة مش بس عم بيعمل انهيار، كمان عم بيقل للحكومة ما تعمل الإصلاحات كرمال توازني موازنتك. يعني اليوم الحكومة اللبنانية لازم تحسن إيراداتها وترشد نفقاتها ليصير عندها توازن بالموازنة كرمال الإيرادات تغطي لنفقاتها، ما هيك؟ طالما أنا فتح لهم كريدت كارد المصرف المركزي قال له صرف مثل ما بدك، شو اللي بده يخلي الحكومة اللبنانية تعمل الإصلاحات؟ أنا برأيي طالما الحكومة اللبنانية عامل حسابها أنه بتقدر تأخذ مصاري من المصرف المركزي لن تقوم بأي إصلاح، والأزمة سوف تطول. إذا اليوم المصرف المركزي بوقف لها اللاين أوف كريدت اللي فتح لها، بوقف لها الكريدت كارد اللي فتح لها إياها، ساعتها بيجبرها تعمل إصلاحات. ساعتها بس بدها تعطي زودة، بدها تشوف عن جد من وين بدها تجيب إيرادات، مش بعطي زودة وبمولها من التضخم وبتضحك على هالعالم وفوتهم بالحيط، ما هيك؟ بدك تعطي زودة، بدك تكوني قد حالك، بتقولي ما بتجيب المصاري، كيف بدها تدفع الحكومة مصاري ما معيها؟ ما هيك؟ اليوم عم تاخذها من جيبتي وجيبتك عن طريق انهيار سعر صرف الليرة، أوكي؟ لازم بقى نشيل هيدي القدرة من إيديها، نوقف طباعة الليرة، توقيف طباعة الليرة اليوم بوقف انهيار سعر صرف الليرة. طيب وبما يخص الجيش؟ بما يخص الجيش لك، أنا برأيي انه اليوم يجب فتح المجال، ورح اقولها بشكل موزون قدر الامكان، بس يجب فتح المجال للي بده يفل من القطاع العام انه يفل وياخذ تعويضه بشقيه المدني والعسكري. اذا بتطلع على حجم الموظفين بالقطاع العام بين مدارس بين جيش
قوى أمنية، موظفين دوائر رسمية، وكل هيدول نسبتهم بلبنان كثير مرتفعة. بكل الدول الطبيعية ما أنا بحاجة لهالقد موظفي قطاع عام، توظيف سياسي كان مية، توظيف سياسي على أساس محسوبيات إلى آخره. اليوم في كثير ناس بدهم هني يفلوا طوعا من القطاع العام، أوكي، وقطاع العام أصلا منو قادر يحسن لهم أوضاعهم أساسا، يعني منو قادر. تخيل ليه بدي أمنعهم؟ إذا واحد بده يفل من الجيش ليه بدي اعتبره فار انا ما هيك واعمل له مشاكل او القوى الامنيه؟ انا برايي يجب ترخايه هذا الموضوع، السماح للي بده يفل يفل، ياخذ تعويضه، يفل معزز مكرم. بس الزلمه بده يفل وبده يخفف عنك اعباء، انت تخليه عندك بالقوه انه كمان منطق. مش عم نقول نحن يجب اعاده النظر بالقطاع العام وفصل الموظفين عن بجنب، نحن مش عم نقول بدنا نشحط الموظفين، بس عم نقول يا اخي حد الادنى اضعف الايمان اللي بده يفل ليه بدي امنعه يفل؟ اذا حدا اليوم قدير يسترزي يسافر لبرا يطلع شويه مصاري يوديها لعائلته ويعيشها بكرامه من الاسلاك المدنيه والعسكريه، ليه بدي امنعه؟ اذا الواحد عنده شغل بالقطاع الخاص قدير يشتغله، ليش انا بدي اجبره ياخذ سخن مطبوخ ومتدني؟ فانا برايي اليوم لازم يصير في حل حل لهذا الموضوع. طب اليوم فينا نقول يعني خلاصه اللي حكيناه، يعني الدولار اصبح عبوه موقوته قابله للانفجار باي لحظه؟ الدولار أو الليرة؟ الدولار، يعني اليوم أنه ممكن يطلع الدولار بأي لحظة، ممكن اليوم يطلع فوق المية. حضرتك قلت من شوي أنه ما في سقف، فممكن هذه القنبلة يعني بتفجر بأي لحظة وبالتالي بتضرب القطاعات أو ما تبقى من القطاعات، وبتضرب يعني مداخيل المواطنين، وبالتالي بتضرب ما تبقى من اقتصاد. لك هذا النهج نحن قلنا عايشينه من 2019، من 2019 لليوم الدولار عم بيطلع بينزل شوي بيطلع شوي، بس المسار تصاعدي، يعني اوكي وصل لـ8 نزل لـ7 وشوي رجع طلع لـ9، بس انه اليوم صار 80، وبالتالي المسار تصاعدي ولو في تقلبات على الطريق هذا المسار التصاعدي انا برايي رح يستمر بنفس الوتيره. اوكي كيف سعر الصرف كان عم بيدوبل كل فتره رح يضلوا يمشي بهالوتيره، مش رح يطلعون كلهم بفرد نهار، مش رح يطلعون كلهم بسرعة، بس الانهيار وتيرة الانهيار رح تستمر. المصرف المركزي عم يتدخل من وقت للتاني عن طريق ضخ دولارات على منصة صيرفة، عم بيخسر من خلالها أموال مودعين، وما أنه عم بيجيب نتيجة مستدامة، يعني بهدي سعر الصرف أبو جمعة جمعتين شهر بس بعدين خلاص بده يرجع يطلع. هيدا المسار أنا برأيي رح يستمر طالما نحن عم نطبع ليرة. طب كيف قريت الإجراءات الأخيرة يلي أخذها مصرف لبنان ويلي توازن يعني يلي تماشت يمكن مع إجراءات عشوائية تم اتخاذها لناحية الدولار الجمركي بالبداية، التسعير على الدولار بالسوبر ماركت ونحن عم نشوفها، رفع صيرفة، والإجراءات يلي اتخذها مصرف لبنان مؤخرا، كيف بتقرأ هذا المشهد؟ أوكي، هدول ثلاثة غير عن بعضهم. عندك تدخل مصرف لبنان وتعليته لصيرفة من جهة، عندك وزارة الاقتصاد اللي فاتت بالتسعير بالدولار، وعندك وزارة المالية اللي كانت تزامنوا كلهم بفترة كلهم سيقابوا مع بعض أي. فبالتالي إذا بدنا نفصلهم وحدة وراء وحدة، نعم. أول شيء بموضوع تعلية صيرفة، طبعا السبب الأساسي لارتفاع سعر صرف الدولار مثل ما قلنا هو طباعة الليرة. أوكي، من أسبوعين تقريبا كان في عنا حوالي 75 تريليون ليرة بالتداول، اليوم عندك 83 تريليون ليرة بالتداول، وبالتالي زيادة الكتلة النقدية 10% من أسبوع، زيادة الكتلة النقدية بشكل كتير كبير أدى أنه الدولار يفز. أوكي، تفز الدولار، المصرف المركزي عادة ما يطلع الدولار كتير اللي هو من وراء طباعة الليرة، بنرجع بنأكد، بيتدخل بيرجع بيشتري جزء من الليرة اللي كان هو أصلا طبعها ليخفف. أوكي، هلا إذا بده يشتري ليرة على صيرفة، إذا بده يشتري ليرة على صيرفة على سعر 45، يعني إذا بده يشتري دولار من السوق على 90 ويرجع يعطيه للناس على 45 بكون عم يخسر 50%، اللي هي خسارة كتير كبيرة. فهو شو قال؟ رفعه للـ70. اوكي، برفعته له للـ70 صار الهامش بينه وبين سوق السوداء 10%، مستعد المصرف المركزي يخسر 10% بدل ما يخسر 50%، هذا السبب الاساسي وراء رفع سعر صيرفة. اللي بيتحكم بسعر صيرفة هي السوق السوداء، او بيتحكم بسوق السوداء هي طباعة الليرة، وصيرفة بتلحق السوق السوداء، بس تطلع السوق السوداء بتطلع صيرفة وراها. هيدا اللي مشان هيك رفع المصرف المركزي انا برايي دولار صيرفة ليقدر يتدخل على السوق بلا ما يخسر كتير على الدولارات العملية. طب استطرادا هون قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، هل يعني اليوم اذا صيرفة 70,000 يعني الدولار هو اليوم فعليا لازم يكون 70,000؟
لكن اللي بيحدد سعر الصرف هو سعر الصرف لا يحدد بقرار من مصرف لبنان أو بقرار من الحكومة. لو مصرف لبنان بيقدر يحدد سعر الصرف اليوم بيطلع لك قرار الدولار 1005 وما بيغيره، أو الدولار بألف. أوكي، ما الدولار بيحدد قيمته مقابل الليرة، طبعا بتحدد قيمته قديش عم تطبع الليرة وتضخها بالسوق. برجع بعيد هي النقطة، وما بيحدد قيمته عجز الميزان التجاري والتخريفات اللي بنسمعها شمال ويمين، وانه نحن بنصدر وبنستورد وما بنصدر. اللي بيحدد قيمة الليرة مقابل الدولار هي قديش عم تطبع الليرة. اوكي، وبالتالي منصة صيرفة بحد ذاتها إذا بدها تكون مختلفة عن السوق السوداء، السوق السوداء هو ما يعكس الحقيقة، لأنه الناس اليوم مين في يشتري دولار بسبعين ألف من 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 منصة صيرفة؟ ما حدا للأسف. وبالتالي إذا أنا ماني قادر أشتري دولار بسبعين ألف، يعني دولار ما حقه سبعين ألف، أنا قادر أشتري دولار بثمانين ألف، وبالتالي اليوم دولار حقه ثمانين ألف. اللي بيخليني أعرف شو هو سعر الدولار الحقيقي هو بديش أنا وأنت بنقدر نشتري دولار. اليوم دولار حقه ثمانين ألف ما حقه سبعين ألف. أوكي، هل بيقدر المصرف المركزي ينزله سبعين ألف؟ إيه، بس مش عن طريق قرار، مش بيقول والله اليوم سبعين ألف كلكم مجبورين تلتزموا، بينزله عن طريق سبعين ألف إذا بده يضخ دولار بالسوق. بس هيدي السياسة فاشلة، قلنا عم تخسروا دولاراته اللي هي دولارات المودعين، إبرة بنج. إيه كلفة عالية. نحن اليوم ما بقى معنا إلا 10 مليار دولار أموال مودعين. بأول الأزمة كان عندنا 30 مليار دولار أموال مودعين. اللي بيضحك بهذا الموضوع أنه بيحكوا إيه الفجوة وبدنا نسكر الفجوة وكيف بدنا نوزع الخسائر. يا حبيبي الخسائر عم تستمر كل يوم، أنت بس المصرف المركزي يضخ دولار بالسوق عم تكبر الخسائر. صحيح. فبدال ما نحكي عن توزيع الخسائر، برأيي بيسوى نبلش الحديث عن توزيع الأموال. يعني بدل ما كون انا عم بوزع liabilities بدي وزع assets. اليوم في 10 مليار دولار من اموال المودعين باقيه بالمصرف المركزي، نازلين هدره بين انه تدخل على صيرفه، بين انه دعم للفيول اللي بده يروح لكهرباء لبنان، بين انه دعم لادويه مقطوعه لانه كل شيء مدعوم بينقطع اصلا. كل هالخزعبلات اللي عم يهدروا بعدهم علي اموال المودعين رح توصلنا لنهار ما رح يضل دولار للمودع يسترده. بعد في 10 مليار دولار من اموال المودعين بيسوى ترجع لاصحابها تتوزع على المودعين، ما هيك؟ وبعدين توزيع الخسائر، بتاخذ انت 50% من الخسائر ولا 30%؟ ما 50% من صفر او 30% من صفر هي صفر باخره النهار. الاساس مش الخسائر، الاساس قديش في مصاري باقيه. هاي المصاري الباقيه اليوم عم تهدر لازم تنرد لاصحابها. بقى كل شيء عم نضيع وقتنا بالجدل البيزنطي حول انه مين بده ياخذ الخسائر وكيف بدنا نوزع الخسائر. عم بيدوب المصريات اللي باقيه بين ايدينا. لحقوا حالكم واستردوا المصاري الباقيه، وبس تستردوا المصاري الباقيه عام هلكم وزعوا خسائر. ما في مشكله، ما راح تختلف. اذا انا بيرجع لي 50% من صفر ولا 30% من صفر، اصلا هي صفر ما راح يرجع لي شيء. طب بالانتقال للنقطه الثانيه اللي نحن عم نحكي فيها، تحدثنا عن صيرفي ويلي عم بيصير اليوم. كيف شفت التسعيره بالدولار يلي طلعها للأسف وزير الاقتصاد؟ قديش تعتقد هيدي الأمور نافعة، وخصوصا أنه اليوم يعني عم نشوف السوق منه مضبوط؟ يعني ما في وزارة اقتصاد، ما في حماية مستهلك، على أي أساس؟ يعني بدي فاجئك بس أقول لك أنه أنا برأيي أنه هيدي خطوة صحيحة. عملت أنا عادة بنتقد الخطوات الحكومية، بس هيدي الخطوة تحديدا أنا برأيي بمحلها. رح أقول لك ليش. نحن كنا نروح على السوبر ماركت لنشتري غراء. صحيح. أول شيء ما كنا نشوف سعر على الرف لأنه الدولار عم يغعب كل يوم. أوكي، في ناس بيحطوا لك مكنة بتعمل لها سكان تتعرف السعر، بس أساساً أغلب السوبر ماركت وقفوها. إيه 100%. آخر شيء صار خلص يقول لك حطهم، بتوصل على الصندوق واللي ما نعيش بك شيله. عن بتعرف شو يعني؟ كان المواطن اللبناني عم يروح على السوبر ماركت عم بيشتري ما نعرف ليش عم بيدفع، ما إنه قادر يضبط مصاريفه، ما إنه قادر يعمل حساباته، اللي هي كان شغلة كتير مضرة. ننزل ما نعرف شو بدنا نشتري. خي ما لك عين إنه عن جد كان جرصة، يعني كان الوضع مش مقبول. طيب شغلي تاني، افترض انا شفت سلعة بالسوبر ماركت حقها 100 ألف، انا بدي اشتري الارخص، رحت على السوبر ماركت التاني لقيتها ب 120 ألف. فانا ممكن افكر انه بالسوبر ماركت الاولي ارخص، برجع على السوبر ماركت الاولي بكون صار السعر 140 لانه الدولار تغير. ما انت مانك قادر تقارن بين سوبر ماركت وسوبر ماركت لتعرف مين عم بينصبك ومين عم بيعطيك سعر منيح. ما الدولار عم يلعب كل يوم، الاسعار عم تتغير، اصلا ما في اسعار، واصلا الموجود عم يتغير كل يوم. وبالتالي كان مستحيل على المواطن انه يقدر يقارن بين السوبر ماركت وبين الاسعار، وبالتالي كان مفتوح المجال امام انه يحطوا هوامش عالية من دون حسيب أو رقيب، لأنه منك قادر تعرف شو عم بيصير.
اليوم بنزل على الرف على السوبر ماركت، هذا السوبر ماركت عم بيبيعها بدولار، السوبر ماركت هديك عم بيبيعها بدولار وعشرين، بعرف انه هذا ارخص بس ارجع لعنده رح تضلها بدولار. فبالتالي انا صرت ادير قارن بين سلعه وسلعه، بين سوبر ماركت وسوبر ماركت، والسوبر ماركت اللي بدها تغلي علي ما رح اشتري من عندها وخليه يتعاقب وخليه يفوت بالحيط وما يبيع بضاعته، والسوبر ماركت اللي منه عم بياخذ هوامش مرتفعه وعم بياخذ هوامش مقبوله صرت انا بقدر اشتري من عنده. ونفس الشيء بموضوع اسعار الصرف، في سوبر ماركت كانوا عم بيحسبوا البضاعه اليوم 80,000 مثلا سعر الصرف، في سوبر ماركت بيحسبوها على 90، في سوبر ماركت يمكن بيحسبوها على 80. ما كنا نعرف السوبر ماركت على اي اساس عم بيحسبوها، هلا صرنا نعرف انه هذا عنده اياها بدولار وبيحسب لك الدولار ب 80، وهداك عنده اياها بدولار او بنص دولار بس عم بيحسب لك الدولار ب 90. ما هيك صرت انا ادير قارن بين السوبر ماركت، وهيدي المقارنه برايي بتخلي المواطن يقدر يحاسب مباشره التاجر اللي عم بيعلي هوامشه، وبتسمح للتجار اللي عن جد عم يشتغلوا بشرف وبنزاهة وعم يقبلوا بمردودية مقبولة انهم يستمروا انه يستقطبوا زبائن اكثر. النقطة الثالثة يلي كنا حكينا فيها يلي هي موضوع الدولار الجمركي، يعني اليوم نامت الناس على شيء وقامت على شيء، يعني لعله الدولار الجمركي لل 15,000 بقوا مهدولة شهور وشهور، فجأة بتنام الناس على 15,000 بتفيع على 45 توعى على 45. واليوم يعني اليوم الهيئات الاقتصادية عم بدقني أوصل الخطر بهذا الموضوع، أنه هذا الشيء وكأنكم كمان عم تضربوا القطاع الخاص يلي بعد 3 سنين من الأزمة عم يرجع يكون حاله من جديد، ويرجع هو يلي عم بضخ الأموال وعم بيرجع يعمل الحركة الاقتصادية بالسوق. كيف تقرأ هذا المشهد اليوم؟ صحيح، أول شيء اليوم في عملية في اعتباطية وتخبيص بموضوع السياسة الضريبية وتحديدا السياسة الجمركية بالبلد. رفع الدولار الجمركي بالطريقة اللي صار فيها أنا برأيي لن يحسن إيرادات الدولة الجمركية، بل على العكس رح يؤدي لأنه اليوم يزيد التهريب ويزيد التهرب الجمركي. إذا أنا شركة شرعية بدي فوت بضاعتي، أوكي، افترض أنا عم أدفع على بضاعتي جمرك 30%، أوكي، إذا بدي فوت بضاعتي وأدفع 45,000 جمرك، خلينا نقول الدولار بالسوق السوداء 90,000، يعني أنا فعليا بدي بيع بضاعتي بالسوق أعلى ب 15% من منافسي اللي عم بفوتها تهريب، يا أما عن طريق الحدود البرية يا أما عم بهربها على البور عم ببخشش الشباب ويعمل تهرب جمركي. ما هيك كيف بدي أقدر نافس معه؟ اليوم القطاعات الشرعية كل ما تعلي الدولار الجمركي مش رح تقدر تنافس القطاعات الغير شرعية، وبالتالي هذا الشيء سوف يؤدي إلى تصفية القطاعات الشرعية. القطاعات الشرعية هي اللي بتدفع جمرك للدولة، تصفيتها معناتها مين بده يدفع جمرك للدولة اللي عم تهرب، أوكي، وبالتالي خبرية هيدا الشيء زيادة الدولار الجمركي مثل ما صار أنا برأيي جدا مؤذي للاقتصاد، خدمة للمهربين والمتهربين وضربة للقطاعات الشرعية. هلأ نحن مع توحيد أسعار الصرف، اليوم بدنا بالبلد يصير كل أسعار الصرف على السعر الحقيقي اللي هي اليوم بالسوق 80,000، أو يا خي أضعف الإيمان على صيرفة اللي هي 70,000، ولكن هيدا الشيء ما بيصير عن طريق رفع الدولار الجمركي من 15,000 ل 45 أو من 1,500 ل 45، هيدا الشيء بيصير عن طريق إصلاح النظام الجمركي، ورح أقول لك كيف. اليوم إذا بتطلع ديش لبنان بيستورد سنوياً 17 مليار، 19 مليار حسب كل سنة، هذه السنة استوردوا كتير الشباب لأنه كانوا مستبقين أنه بدهم يزيدوا عليهم الجمرك، بتلاقي هذه السنة ب 22 كان استيراد كتير كبير، ب 23 رح ينزل، 24 رح ينزل، خلاص ما بقى نشوف استيراد مثل قبل لأنه عارفين أنه كان الجمرك رح يزيد. فمشان هيك أصلا الدولة ما رح تحصل شيء من وراها كمان، لأنه اللي بده يستورد استورد، اللي ضرب ضرب واللي هرب ضلوا يخبرون سنة بدنا نزيد الجمرك، برأيك شو عملوا؟ استوردوا بضاعة سنتين لقدام وبكره بيسعروا مثل ما الدولة بدها على الجمرك العيلة يعني. بس على كل الأحوال اليوم إذا بطلع قديش عنا استيراد نحن وقديش الدولة بتقبض من الجمارك، يعني قديش بفتلة دولار للدولة على الخزينة من وراء الجمارك، الدولة بفتلة اليوم من وراء الجمارك 2.5% من الاستيراد، اوكي. صحيح في ناس بتدفع 40% وفي ناس بتدفع 30%، بس معظم البلد بفوت بضاعته بتطلع معفاة من الجمارك، لما في كم شغله معفاة من الجمارك كله بفوت معفاة من الجمارك، نشكر الله، اوكي. والدوري عم بيصفر 2.5%، هدول مداخيل الجمركيه. الدوله اللي بتقدر تعمله انه بتنزل الجمارك ل 2.5% وبتعمله مسطح 2.5% على كل شيء بنستورده، بنوقف العفاءات الجمركيه، ما بقى في شيء معفى من الجرائم. بدك تستورد ادويه بدك تدفع 2.5%، بدك تستورد قمح بتدفع
2.5%، وبدك تستورد سيارات وكافيار بتدفع 2.5%. اذا بنعملها هيك بصير عندك شغلتين. اول شيء ما بيقعد في مجال للتحرب الجمركي، ما بقى فيني استورد كافيار وقول ان انا عم استورد قمح، وهذا الشيء اللي عم بصير هلا. او استورد مثلا تياب ماركات عالميه كتير غاليه فوتها انها تياب بالي، هيك بيعملوا الشباب، هيك بصير التهرب الجمركي. هيك اللي بتعمله انه انت خلص صار مسطح، شو ما عم تدفع 2.5%، وبالتالي بتخفف مجال التهرب الجمركي اولا. ثانيا 2.5% مش محرزه تتهرب، مش محرزه تزبط فلان وعيلتين او 2.5%. وبالتالي الدول اللي عملت وانت اصلا 2.5% هذا اللي عم تقبضه، بتفكر فيها انت كدوله. يعني انا ماني عم اقلل لك، انا عم اقلل النسبه، ولكن كنسبة من مدخولك ما انت هالقد عم تقبض. اذا بتسطحها على 2.5% ساعتها فيك تعلي الدولار الجمركي لل 70,000، بتكون اللي زدته بالدولار الجمركي نزلته بالتعريفات الجمركية. هيدا الشيء بيزد لك مداخيلك الجمركية للدولة. ليش؟ لأنه بكل بساطة الناس صارت بتصرح، يعني أنت زدت عدد الناس اللي عم بيصرحوا، الناس القطاعات اللي كانت عم تتهرب جمركيا بتكون عم ترد على الشرعية، ما هيك؟ عن طريق تسطيح الجمرك وتخفيضه. غير هيك زودات جمركية بلا سياسة جمركية سليمة بتأدي إلى ضرب القطاعات الشرعية ولا زيادة التهريب. طب اليوم يعني بعد يعني إذا بدك سلسلة إضرابات للقطاع المصرفي، اليوم عاد القطاع المصرفي إلى العمل طبعا بشروط وبتحذيرات معينة، كيف قريت عودتهم مجددا؟ ليك القطاع المصرفي اللي بده إياه حاليا هو قانون كابيتال كنترول. بعد بينفع؟ لأله بينفعه إيه؟ ليشرع له ممارساته. يعني نحن اليوم في كابيتال كنترول. انا اذا بدي روح اسحب وديعتي من المصرف، المصرف ما بيعطيني اياها، بيقول لي انا بسحبك 400 فريش و400 اذا ماضي على التعميم كذا، واذا ما هيك بتسحب ما هيك في التعامل. هيدا كابيتال كنترول. يعني اليوم في كابيتال كنترول موجود، ولكن هذا الكابيتال كنترول ما 100% شرعي. هذا الكابيتال كنترول بيعرض المصارف لدعاوى لملاحقات، ونرفع دعاوى على المصارف خارج لبنان خاصه ببريطانيا، وربحوها المودعين والمصارف دفعت لهم، لانه ما بيحق الا ما تعطيهم مصرياتهم فريش دولار برا مثل ما هن يطالبوا فيها. وبالتالي المصارف بدهم قانون كابيتال كنترول يحميهم من الدعاوى. لبين ما هي المطلب الاول. المطلب الثاني ليش؟ لبين ما كانت الدوله اللبنانيه قررت شو بدها تعمل بهالقطاع المصرفي. يعني المصارف مش عم بيقولوا، عم بيقولوا اوكي نحن مخبصين وخسرانين، اعطينا مصرياتنا للدوله والدوله ما بدها تردهم. طب الدوله ما بدها تعمل اعاده هيكل للقطاع المصرفي؟ طب تتفضل تعمل اعاده الهيكل للقطاع المصرفي لا نخلص، بس ما فيكم تتركونا لا معلقين ولا مطلقين. يعني عندك ازمه قطاعيه، القطاع كله ما هو قادر يرد اموال المودعين لانه الدوله ما عم ترد له امواله. ما فيك تجي قاضي يحاكم مصرف لمصلحه مودع. يعني المشكله مش بين مصرف ومودع، المشكله بين كل المودعين وكل القطاع المصرفي. مش هيك بدك الدوله تفوت وتطرح حال؟ فالمصارف عم بيقولوا لنا خي جمدوا هالمشكله عن طريق كابيتال كنترول، بس تتجمدوها. لبين ما كنتوا بتيتوا لنا وضعنا قررتوا ايش بدكم تعملوا فينا، ساعتها خلاص كل واحد بياخد حقه. هيدا اللوجيك تبع المصارف. مش هيك؟ المصارف كثير عم ينزعجوا من الدعاوى ضدهم لانه عم بيعتبروها اضطهادات فرديه، انه عم تكون استنسابيه، انه عم هاجم هذا المصرف، بس مش عم هاجم هيك المصرف، عم يحكم المصرف لادفع لهذا المودع. المصارف عم تتعاطى مع المودعين باستنسابيه ايضا. صحيح صحيح. مشان هيك عم بيقولوا هن المصارف نحن بدنا قانون على الكل، يمشي على الكل ويكون موزون، بمعنى انه خيبتهم تصفوا المصارف صفوها، بس خبرونا انه قرر يا دولي شو بدك تعملي. مش هيك المصارف عم بيطلبوا بشغلتين: اعاده هيكله القطاع المصرفي، يعني قانون اعاده التوازن المالي، والكابيتال كنترول لبين ما كانت صارت اعاده الهيكله. طبعا هذا الشيء ما بتقدر اليوم الحكومه تعطيهم اياه لانه ما في حكومه للاسف، عندك حكومه تصريف اعمال، وما بيقدر المجلس النيابي يعطيهم اياه لانه اليوم انت عندك فراغ رئاسي، وفي ناس برايهم انه هذا الفراغ الرئاسي يعني انه لا تشريع الى حين انتخاب رئيس جمهوريه جديد. وبالتالي المصارف استوعبوا هذا الشيء، فصار في نوع من اتفاق انه يا خي طيب منوقف الدعاوى ضد منشيل قاضي معين، ايه منحط قاضي لبين ما كان رجع العمل الدستوري الطبيعي لنشوف شو بدنا نشوف شو. وبالتالي هي التسويه اللي صارت، تصويت على طريقه ابو ملحم. يعني طب اليوم تعتقد في قرار لضرب القطاع المصرفي؟ ليه ما انطر اكثر من هيك؟ يمكن 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 القطاع المصرفي اذا انعمل شويه اصلاحات وقوانين معينه مثل ما حضرتك عم بتقول بيرجع بيقلع وبيرجع ممكن يرد الودائع للمودعين، ولكن اليوم الا تعتقد انه في يعني قرار مقصود لضرب هذا القطاع ربما لمشروع اخر؟ لك انا برايي انه اليوم الشيء اللي لازم يصير سريعا بالقطاع المصرفي هو اول المصرف المركزي، هو ال 10 مليار دولار اللي باقيين عنده يردن للمصارف كرمال المصارف يوزعون عزبوناتهم،
اوكي كيف بيوزعون، بيصير في اتفاق على كيف بيوزعون توزيع الدولارات الموجوده. هي اول شغله لازم تصير بالقطاع المصرفي، وثاني شغله لازم تصير بالقطاع المصرفي لازم فتح القطاع المصرفي على المنافسه، يعني السماح لمصارف جديده تفوت على السوق. ليش؟ لانه انت اليوم إذا ما عندك مصارف قديرة تستعيد ثقة المودعين تأخذ ودايع، وما عندك مصارف قديرة تعطي قروض تتمول العجلة الاقتصادية، أنت اليوم بركود اقتصادي، بأزمة اقتصادية. لترجع تقلع الاقتصاد بدك المصارف ترجع تنتعش. ما هيك قلت لك، أنا برأيي موضوع توزيع الخسائر اللي عم نحكى فيه هو شيء نظري، هندسية نظرية. أوكي، ما هي خسائر كيف ما توزع الناس ما رح تستردها. أوكي، السابت بين إيدينا هي العشرة مليار دولار اللي باقية، هيدي منوزعة ومنقدر نوزع، فينا نقسمها على عدد المودعين ونوزع لهم إياها بالتساوي. يعني أوكي، هلا المودع شو صمت على عدد المودعين، يعني افترض كل واحد طلع له 90,000 مثلا، اللي معه 20 بيرجع له 20، اللي معه 90 بيرجع له 90، واللي معه 200 بيرجع له 90، على اللي يكون رجع له المودعين حد ادنى. ما هيك، وبعدين كيف بتوزع الباقي؟ يعني اللي حاطط 200 ورجع له 90 يعني خسران 110، كيف بتوزع ال 110؟ بيوزع مثل ما بدك، خيب بتوزع له اياها، بتعمل له اياها سهم بالبنك، بتعمل له اياها بصندوق سيادي، على كل حال ما رح ترجع له من الاخر يعني. بس اللي بيرجع له هن هول 10 مليار اللي من 3 سنين كانوا 30 مليار، عرفت كيف؟ وبعدنا عم نهدرون. طب هو العشرة مليار دولار بعد ما نهدرون، طب ما يعود يرجع له شيء، طيب يصير كل الوديعة خسائر. فالأساس أنا برأيي مش توزيع الخسائر اللي طبلونا فيها من أول الأزمة وكأنه هذا الشيء الوحيد، لا، الأساس توزيع الودائع المتبقية، هي أولا. تانيا بتفتح القطاع المصرفي على المنافسة، بتخلي مصارف جديدة نظيفة تفوت على السوق تشتغل، هذه المصارف ساعتها بتقدر تمول الاقتصاد من جديد، بتقدر تقلع لك الحركة الاقتصادية. لبين ما كنت قررت كيف بدك، لبين ما كنت قررت شو بدك تعمل بالمصارف اللي عندها مشاكل، كيف بدك تعيد هيكلتها، كيف بدك توزع لها خسائرها اللي حكينا عنها، ما هذا بصير. بس ما فيك توقف البلد ثلاث سنين بانتظار توزيع الخسائر. قاعدين بهالثلاث سنين، كان الدولار 1700 صار الدولار 80,000، كان عندي حجم الناتج المحلي 54 مليار دولار، اليوم الناتج المحلي ما بقى يوصل لل 20 مليار دولار. ما هيك، كان عندي تضخم، يعني كارثي الوضع، كارثي ثلاث سنين. ليش؟ لانه انا ناطر بدي وزع خسائر وما نتفق على توزيع الخسائر، وممكن نقعد بعد 10 سنين ما نتفق على توزيع الخسائر. شو بيصير بالعالم؟ خلاص منوزع المصاري الموجوده، نفتح القطاع المصرفي على المنافسة، فينا نعمل قانون كابيتال كنترول لنجمد شوي الأزمة لبين ما كنا عرفنا شو بدنا نعمل فيها، بس الأساس توزيع الكاش اللي باقي بمصرف لبنان. برأيك هل حاجة يهدروه يعني؟ برأيك هل طارت ودائع الناس؟ طار، ايه طار تقريبا 90% منها لحد هلا، بعد فيها 10 مليار. اذا بنفترض انه الودائع 100 مليار، يعني الودائع يمكن اليوم شي 93 مليار، بعد فيها 10 مليار من 93 مليار، يعني طار 83 مليار. هل ممكن نقدر نسترجعهم؟ إيه طبعا فينا نعمل إعادة تكوين للودايع، بس ما أنا قبل ما أسترجع الودايع اللي طار بدي وقف الهدر هلأ، مش هيك؟ قال 10 مليار قلت لك ردها للناس، ردها لأصحابها، ردها لأصحابها على السريع. هلأ كيف بتعيد تكوين الودايع؟ هذا مسار طويل ومعقد بس بينعمل. كيف تعيد تكوين الودايع؟ بدك ترجع توقف اقتصادك على اجره، اقتصاد 20 مليار دولار ما بيقدر يرد 80 مليار دولار ودايع طايره، بس اقتصاد 54 مليار شوي شوي بيقدر يردهم. طب كيف ترجع توقف الاقتصاد على اجره؟ توقف الاقتصاد على اجره انا برايي عن طريق تفكيك الاحتكارات العامه. اليوم الدوله اللبنانيه محتكره قطاع الكهرباء وقطع الكهرباء عن العالم، ما هيك؟ بدك خلي كهرباء لبنان للدوله، ما انا عم بقول خصخص، انا ما انا عم بقول بيع اصول الدوله، بس كهرباء لبنان تكون موجوده ويكون في 5-6-10 شركات ينافسوها لكهرباء لبنان، وانا كمواطن يكون عندي الخيار اشتري من هي او من هي او من هي. اليوم روح على حالة بلد بالعالم بدي اقول لك 20 شركه بيقول لك من مين عم تشتري كهرباء؟ اذا انت بفرنسا بيقول لك ليه عم تشتري من اوديف؟ ما انا بعطيك ارخص، تعا اشتري معي. ما هيك بدنا هي المنافسه تصير بقطاع الكهرباء، لانه أزمة الكهرباء خنق الزراعة والصناعة. اليوم ما في صناعة بالكهرباء بالوقت، كيف بدك تصير عندك نهوض اقتصادي؟ أوكي، إذا ما عندك كهرباء ما في يكون عندك صناعة. ونفس الشيء الزراعة بدها ري وتبريد، الري بده كهرباء والتبريد بده كهرباء. طالما ما عندك كهرباء لا في يكون عندك لا صناعة ولا زراعة، بس يصير في عندك صناعة وزراعة والدولة بتقدر تجبي منهم ضرائب، ساعتها بصير تقدر ترد جزء من ديونها للمصارف اللي هن بيقدروا يردوا جزء من ديونهم للمودعين. ما هيك القطاع العام عم بحكي، مش بس الدولة، لأنه بشقيها مصرف لبنان والدولة اللبنانية. طالما ما بتنمي اقتصادك أنت ما بتقدر ترد الودايع، ولكن إعادة تكوين الودايع هذا مسار طويل يبدأ عن طريق إطلاق النمو. طبعا هذا بتعتقد اليوم إطلاق النمو
بيحتاج لثقة، سواء ثقة بالاقتصاد أو بالقطاع المصرفي أو إلى ما هنالك. برأيك هل يعني لنقدر نرجع نكتسب هذه الثقة نحن بحاجة اليوم إلى مؤسسات دولية مثل البنك الدولي؟ إيه لكن أكيد أن نحن اليوم لبنان ما بقى عنده خسر فقط المجتمع الدولي، ما بقى حدا يوثق فينا اللي يساعدنا، بيعتبروا أنه إذا بيعطوا مصاري للحكومة اللبنانية ما بتوصل للناس اللي لازم توصل، ما بتوصل للناس. ونفس الشيء في انعدام ثقة من الناس تجاه السلطة السياسية، وبالتالي انعدام ثقة خارجي وداخلي. مشان هيك كل الدول اللي بهمها تدعم لبنان اللي شفناها بمؤتمرات باريس كلياتها، واللي قالت انه هي مستعد تحط مصاري على الطاولة وتدعم لبنان، بس انتو يا لبنانية يا حكومة لبنانية بدك تشوفينا انك اهل للثقة عن طريق انك تمضي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لانه بيكون في حدا عم بيراقب وعم بيتاكد انه نحن عم نعمل هذا. وبالتالي ايه مزبوط انه اليوم الممر الالزامي لاستعاده الثقه الدوليه هي عن طريق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن انا برايي انه اخر النهار رح نوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بس يمكن ما نوصل له قبل ما يهدروا العشرة مليار دولار الباقي باحتياطات مصرف لبنان. ضاربين عينهم عليهم الشباب، واذا بده يجي صندوق النقد الدولي بده يحافظ عليهم، ما راح يخليهم يهدرون شمالا ويمينا. فمشان هيك انا بستبعد نوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي طالما في سنت ممكن يتاخد، ما هيك؟ والشباب عم يتنتشون، كل واحد بده حصته من ميلي. نهار اللي بيخلصوا هالمصاري ساعتها ان شاء الله ما يكون كمان من بعده بيبيعوا الذهبات كمان، بس يخلص الدولار ويخلص الذهب ساعتها بيروحوا عند صندوق النقد الدولي ما في شيء ياخذوه، ما هيك؟ مش هيك انا عم اقول لحقوا حالكم يا مودعين واسترجعوا من هالدولارات الباقي قد ما فيكم تسترجعوا، لانه رح ينتشون مثل ما نتجوا غيرهم. يعني قبل ما اختم اليوم يعني عم بطالب المودعين انه يروحوا يسترجعوا هذه الاموال، كيف عم تقرا تحركات المودعين على المصارف؟ هل تعتبر انه في جهات معينه عم بتحركهم ولا لا بالنهايه هول اصحاب حق واللي عم بيعملوه يعني ما بقى عندهم حل تاني انهم يعملوه؟ ليك انا برايي التحركات ضد المصارف لن تاتي باي نتيجه ايجابيه على المودعين، لانه اذا سكروا المصارف وتصفى القطاع المصرفي رح يخلصوا ورديعهم. طب شو الحل؟ اوكي الحل هي يتوزعوا ال10 مليار دولار. طب كيف بده انا اليوم مودع كيف شو بدي اقول له للمصرف؟ قل له روح وزع لي ال10 مليار دولار، انا بدي وديعتي، ما عم يعطيني وديعتي، شو الحل؟ يعني انتم كلكم اليوم عم بتلوموا هؤلاء المودعين يلي عم بيروحوا بس، ولكن ما عندهم حل. اعطيني حل لنقدر ننصحهم يروحوا عليه. طب جيد، انا بدي اسالك، اذا راح وكسر البنك وسكر البنك بيسترجع وديعته؟ ما بيسترجع، بيكون فش خلقه. ويمكن 90% من الناس اللي عم يروحوا يكسروا يمكن ما عندهم اصلا حسابات بالبنك، ما هيك؟ ويمكن عندهم بغض النظر. انا اللي بعرفهم واللي عم نشوفهم، طبعا نحن ما عم نشجع ولكن نحن عم ننقل الصوره. نعم. انا اللي بعرفهم عندهم ودائع والمصارف مش عم تعطيهم اياهم. صحيح، المصارف اودعت اموالها بالمصرف المركزي، بس هيدي مش مشكله المودع. ايه انا معك، عم بقول لك المصارف اودعت اموالها بالمصرف المركزي. صحيح. اوكي، المصرف المركزي بعد معه من هالاموال 10 مليار دولار. وبالتالي اليوم أي حل بدهن ياه المودعين يبدأ أولا بوقف هدر العشرة مليار المتبقية، أوكي هي واحد، واثنين استعادة العشرة مليار المتبقية من قبل المودعين. طب كيف الطريقة؟ في أطر سياسية اللي هي أنه اليوم في حكومة في مجلس نواب لاتنينتهم معطلين للأسف. طيب بس أنه ما هيك، هيدي هي الأطر التسكير، وكفيك تروح تكسر، روح كسر بنك مين مانعك، بس أنه هل هذا الشيء برد لك وديعتك؟ لا، بيكون فيش جهة تخلقك، فش خلقك ما في مشكلة. أوكي، أنا بتذكر بأول الأزمة نزلوا الناس وانتفضوا على الطبقة السياسية، ما هيك؟ وصاروا يتظاهروا المظاهرات، قام السياسيين قالوا لهم ما الحق علينا الحق على البنوكي، روحوا كسروا البنوكي، ما هيك؟ وبالتالي صار في نقل إذا بدك للملامة على البنوكي لتبرئة صفحة السياسيين. اليوم راحوا يكسروا البنوكي، اليوم عم نرجع نقول لهم لا لا ما تكسروا البنوكي، روحوا شوفوا شيء تاني، ما هيك؟ لك المشكل الأساسي بهالبلد للأسف الشديد أنه أولاً أصحاب الحقوق ما عندها إطار قانوني تاخد حقوقها، اللعبة الديمقراطية ما قدرت تعمل التغيير، وبالتالي بدك تنتظر من الطبقة الموجودة تعمل الخيارات الصحيحة. كيف بيقدروا يحثوا الطبقة السياسية الموجودة أنها تعمل الخيارات الصحيحة؟ هل عبر تكسير المصارف؟ ما بعرف. أنا عم بنقول لك وجهة نظر الناس، يعني حضرتك كخبير اقتصادي، يعني اليوم حضرتك عطيت حل، ولكن هيدا الحل طب اليوم المودع لمين بده يلجأ؟
اذا عم يلجأ للطبقه السياسيه عم بيقولوا روحوا على المصارف، بتلجأ للمصارف بيقولوا روحوا على حاكم مصرف لبنان او على الطبقه السياسيه، بيروح عند حاكم مصرف لبنان على الطبقه السياسيه لانه عم يلعبوا. طب اليوم يعني اليوم المودع كيف هذا برايي المسؤوليه على السلطه السياسيه، مسؤوليه على السلطه السياسيه اللي ما تحملت بعد مسؤوليتها، ما عملت الاصلاحات اللي لازم تعملها، كانت الاصلاحات بماليتها هي بماليه الدوله ولا اعاده هيكله القطاع المصرفي، وبعدها طمعانه بال10 مليار دولار المتبقيه بمصرف لبنان. هون المشكله، بيت القصيد هي السلطة السياسية اللي استعملت الدولة اللبنانية أو اللي استعملت القطاع العام لتاخد ثروات اللبنانيين وما ترد لهم إياها. وكل الأشياء التانية إنك تلوم ساعة بيلوموا المصارف، ساعة بيلوموا الصرافين، الصرافين هنا عم طلعوا دولار يعني خير خبرية مثلا، ساعة بيلوموا السوبر ماركت إنه هنا مش إنه الليرة عم تنهار، السوبر ماركت عم يغلوا أسعارهم هيك، أهين شيء تكبها على التجار والناس إجمالا ما بيحبوا التجار. ليتحمل كامل مسؤولية الأزمة الحالية هني أو القطاع العام بشقايا مصرف لبنان والحكومة اللبنانية اللي أخذوا أموال المودعين من المصارف، واليوم عم بيقولوا إن المصارف نحن منا قادرين نرد لكم أموال المودعين بالدولار، منطبع لكم لبناني قد ما بدكم ونرد لكم إياها، يعني عم نسدد أموال المودعين عن طريق انهيار الليرة. دكتور بختام هذه الحلقة بدي أطلب من حضرتك تطلع بكاميرتك وبدي توجه رسالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شو بتقول له اليوم؟ سعادة الحاكم وقف طباعة ليرة، كل شيء عم تطبع ليرة الحكومة اللبنانية ما رح تطبع نفقاتها، وقف طباعة الليرة بيجبرهم يعملوا الإصلاحات اللازمة، واليوم أنت حطيت قيود على السحوبات، هيدي القيود لازم تكون كافية للمصارف لما تعود بحاجة لطباعة ليرة إضافية. مشان هيك بتمنى عليك توقف طباعة الليرة مشان نوقف انهيار الليرة، لأنه هيدا السبب الأساسي للفقر بلبنان اليوم. دكتور باتريك أنا بدي أشكرك على هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تصبحون على ألف خير.